مساء الخير على كل الساده المشاهدين، واهلا ومرحبا بيكم وحلقه جديده وتحيا الستات. وحشتوني جدا من الحلقات اللي قبل كده، ويا رب نكون بنقدم لكم كل ما هو مفيد وجديد من خلال برنامجنا وبرنامجكم تحيا الستات. عايزه امسي الاول على حنان وعلى نبيله. مسا مسا يا حنان. مسا مسا يا سهى. مساء الفل يا نبيله. مساء الجمال يا سهى. مساء الخير عليكم. ماتشنج في الالوان ما حصلش. يعني ايه رايكم في التوينز الاول؟ عايزه اعرف تعليقاتكم على الفيسبوك وعلى صفحتنا. النهارده تحيا مصر مش تحيا الستات. لا تحيا مصر الظاهر. كل سنة وانتم طيبين، ومبسوطة جدا ان انا معاكم النهاردة في حلقة جديدة من تحيا الستات. وموضوع حلقتي النهاردة هنتكلم فيه عن الضرب في التربية. كم مرة ضربتي ابنك او بنتك وعشان ما بيسمعوش الكلام؟ كم مرة ضربتيهم وندمتي ان انت ضربتيهم وقعدتي زعلانة ان انت ضربتيهم؟ كم مرة وجهتيهم قبل ما تضربيهم وتحاورتي معاهم وقعدتي تقولي لهم ما تعملوش كذا، ما تعملوش الخطأ ده تاني عشان ما اضربكوش، وفي الآخر بيعملوا نفس الخطأ وفي الآخر برضو بتضربيهم؟ آلية الضرب في التربية هل هي مباحة ولا مرفوضة؟ وإمتى أنا أضرب أولادي وإمتى ما أضربهمش؟ وإيه السن اللي أنا المفروض أنتهي عن الضرب في أولادي في التربية؟ وإيه السن اللي قبله أصلا ما كنش ضربتهم؟ طيب أنا مش هكلمكم عن الأبحاث والنظريات الجديدة في التربية اللي بتقول إن في سن معين للضرب وفي سن المفروض أنا ما أضربش قبله. أنا هكلمكم عن السنة النبوية اللي احنا خدناها عن خير الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما وصانا في حاجة بعيدة شوية عن التربية، وهي تعليم الصلاة. ما قالناش ما تضربوش أولادكم بشكل مباشر، ولكن في الصلاة قال إيه؟ قال علموا أولادكم لسبع واضربوهم لعشر. إذن الدراسات الحديثة مش هي اللي قالت إن الضرب ممنوع لحد 10 سنين، ده سيدنا النبي هو اللي قال كده كتوجيه في الصلاة أو كتوجيه كنوع من أنواع التربية. إذن الضرب قبل 10 سنين يا جماعة مرفوض. طيب إمتى أنا ألجأ للضرب مع طفلي؟ لما يكون ما بيسمعش الكلام. طيب في أولويات للعقاب الأول عشان أوصل بعد كده إن أنا ما أضربش الطفل؟ طبعا في. ممكن الأول إن أنا أشد ودنه وأقول له ما تعملش الحركة الفلانية وإحنا خارجين، ما تعملش كذا. ممكن تاني حاجة إن أنا أعاقبه إن أنا ما أكلمهوش. ممكن تالت حاجة إن أنا أعمل حاجة ظريفة كده في البيت اسمها التشير، نوتي تشير أو الكرسي العقاب، أقعده في جنب كده وأقول له أنت غلطت نفس الغلطة وهتقعد على الكرسي ده لحد ما بابا يجي من الشغل ومحدش هيكلمك ولا هو هيكلمك عشان تبقى عارف الغلطة بتاعتك. ما سمعش الكلام وتحاورت معاه مرة واتنين وتلاتة، آخر حاجة ألجأ لها ساعتها هي الضرب. طيب آلية الضرب هي محور حلقتنا النهاردة، هل هي مباحة أو مرفوضة؟ ده اللي هعرفه من خلال اتصالاتكم واستفساراتكم في التليفون، وتقولوا لي بتعملوا إيه مع أولادكم. لكن بعد ما أعرف رأي صديقاتي الجميلات حنان ونبيلة في الضرب، وبيضربوا أولادهم ولا لا، وأنا أعتقد إن هم بيضربوهم. تعملي إيه يا حنان مع أولادك؟ لا ما بضربش على فكرة. بجد؟ طيب خلينا نتكلم في نقطة مهمة قوي يا سهى. التعامل مع البشر بشكل عام، سواء كان ابني سواء كان جوزي والدي والدتي إخواتي، محتاج لحاجة اسمها الذكاء العاطفي. بنسمع كتير عن جملة الذكاء العاطفي ومش عارفين يعني ايه ذكاء عاطفي. الذكاء العاطفي يعني احط نفسي مكان اللي قدامي، قبل ما اهينك، قبل ما اقول لك كلمة تزعلك، قبل لو ابني قبل ما مد ايدي عليك افكر لو انا في نفس الموقف ده هيكون رد فعلي ايه. لو انا اتقالت لي نفس الكلمة دي انا هيكون رد فعلي ايه؟ لو انا لو حد مد ايده عليا انا هيكون رد فعلي ايه؟ تمام. عملنا في حلقة قبل كده، اتكلمنا في حلقة سابقة عن الزوج العنيف واللي بيضرب مراته، وقلنا ان ده موضوع مرفوض شكلا وموضوعا على كل المستويات. تمام. وطبعا اكيد كل الستات بترفض التعامل بالشكل ده. طيب تمام. انت بتنددي وبترفضي ان زوجك لو في خلاف بينك وبينه انه يهينك او يمد ايده عليك. طب ليه انا لما بتعامل مع ابني بتعامل بنفس الطريقه؟ ليه بستسهل الضرب؟ بيكون اول حاجه بحاول ان انا الجا ليها لما اجي اوجه او اعاقب ابني. دي مشكله كبيره جدا. تمام. طب فعلا خلي عندك ذكاء عاطفي، مشكله وليها اثر نفسي. بالظبط. حطي نفسك مكان اللي قدامك. في امهات تقول انا يا ده انا عاقبت وعملت اسلوب الحرمان وكل ده ما جابش نتيجه. تمام. مشكلتنا ايه في الاسلوب ده؟ مشكلتنا ان احنا بنتبعه غلط. يعني ثقافه الحرمان دي الامهات بتتبعها غلط. ازاي؟ لما اجي احرم ابني او عاقبه ما ينفعش ابدا بمستوى عالي قوي من الحرمان والعقاب. يعني مثلا انا ولادي بيحبوا البلاي ستيشن، ما ينفعش لما اجي اعاقب ابني اقول له انت محروم بسبب الموضوع ده. تمام. من لعب البلاي ستيشن. لا انا ابدا ادرج الموضوع. معلش يا حنان مشتاقه جدا، هدوء نبيله ده ورا ايه؟ اكيد. يعني بتضربي ولادك ولا انت
يهدي كده بس معانا. انت عارفه اسلوب نبيله بيفكرني بايه؟ انا مش مبينه له انا ناويه له على ايه. ساكته ومستحلفه له ومش قايله له انا ساكته ليه. انا هقول لك هقول لك انا بنتي حقيقه في البيت بمنع كلامي معاها وقت ما تغلط. تمام. دايما على مدار اليوم تلف ورايا في البيت، وقت ما ارجع من شغلي ماما 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 انا مش بتكلم معاها. هو ده بالنسبه لي عقاب بنتي اللي انا ماشيه معاها بيه. فعلا فعلا سهى بتوصل لمرحله من البكاء الشديد. بتبقى زعلانه بتقول لباباها بتقول لاخواتها خلوا ماما تكلمني خلوا ماما تصالحني. طب وطبعا انا شايفه بقى الغلط اللي انت ناهيها عنه يعني ما يعني ما بترجعلوش تاني بالطريقه دي يعني ادلنا برضو اكسبيرينس كده. بصراحه ما فيش مره خصمتها فيها ورجعت للغلط تاني. حلو جدا. بس انا اقول لك على حاجه. اسمحي لي، امهات كتير بتجيب مثلا الطفل اذا غلط بتجيبه توقفه وبتزعق وبتضرب. هو بيعمل لك الحاجه اللي انت عاوزاها في التوقيت ده وبعد كده خلاص هو نفس الطفل بيعيدها تاني. فده غلط منك انت. طيب آلية الحرمان يا نبيلة، يعني مثلا زي ما حنان من شوية قالت ان اكتر حاجة الاطفال بيحبوها البلاي ستيشن، فانت حرمتين البلاي ستيشن مثلا او اللعبة المفضلة لي، هل برضو بتجيب نتيجة يا بنات؟ يعني انتوا جربتوها؟ ما انا هقول لك على حاجة سوها، اسمحي لي، لازم العقاب بتاعك يكون من جنس العمل؟ لا، يكون مناسب بالنسبة لي بحجم الجرم اللي ارتكبه. رد الفعل مناسب للفعل. تمام. بس تمام. مش انا نديله عقاب كبير جدا جدا والخطأ بتاعه بسيط. وغير كده هقول حاجة. تمام. دول اطفال، مرة نسيبهم يغلطوا، المرة التانية لا، ليه؟ احنا ككبار بنغلط، فدول تمام. اطفال من الوارد انهم يغلطوا كتير، فمرة نعاقب ومرة لا، مرة نعاقب تمام. ومرة لا. طيب عايزة بس اقول حاجة، ان عواقب الضرب برضو يعني انا ما استسهلش، يعني اقول خلاص بقى هو ضربته وهو يستاهل، ومرة ورا التانية ايدي خدت على الضرب والاهانة. العواقب يا جماعة بتبقى وخيمة جدا زي ما بيقولوا. الضرب بيعمل نوع من البلادة عند الطفل، بمعنى ان هو خلاص انا هغلط الغلطة الفلانية واخرها ايه يعني ماما هتضربني وخلاص. هيدي سلوك عدواني ليه في التعامل مع الاخرين، بمعنى انا زي ما بتعامل مع ابني بالضرب هو هيتعامل مع الاطفال اللي بيلعب معاهم وبعد كده في المستقبل بالعنف. ثالث حاجة هيعملها، هيعمل روح من الاهانة داخل الطفل، بمعنى ان هو يبقى واخد على الاهانة. بمعنى ايه؟ ان انا عشان اعمل الطلبات اللي انا عايزها ممكن ان انا اوطي نفسي شويه في التعامل لحد ما اخد اللي انا عايزه. ما انا واخد في الصغر على ان انا بتضرب على طول وبتهان عشان ماما تديني اللي انا عايزه، فبتضرب وبعمل اللي انا عايزه. فانا لما هكبر هتبقى هي دي نفس الاليه، الاهانه في التعامل، بمعنى ان انا بخلق شخصيه طفل مريض جدا جدا جدا، بيبقى سلوكه كله عدواني تجاه الاخرين. فاخد بالي من اليه الضرب. هو تاثير الضرب على الاطفال ده اعتقد مش محتاج حتى يكون في دراسه او بالزبط. او نقاش. اكيد بالظبط. اولا يجيب نتيجة عكسية، انت مش بتوصلي للهدف اللي انت عايزاه مع ابنك. تمام. ثانيا لازم تحطي في بالك جزئية مهمة جدا، ان ابنك ده لما هيكبر ويتجوز ويخلف هيتعامل مع اولاده بنفس الطريقة اللي انت بتعاملي تقريبا بيها. تقريبا. في برضو نقطة هامة جدا، في ناس تقول ان العلاقة بينتج عنها كراهية بين الابن ووالدته او بين الابن ووالده. لا، على فكرة مهما حصل مفيش ابن بيكره بابا ومامته. هي الفكرة مش علاقة كراهية، هي الفكرة علاقة مذبذبة بينقصها الحوار والتفاهم. لا يا حنان اعذريني برضه، يعني انا شفت نماذج للي انا قلته ان في بيتولد نوع من الكراهيه او اللي انت قلتيه عذرا، ممكن يكون يهيئ لهم كراهيه. لا، وبيوصل والله المشاكل النفسيه ان بيبقى في طفل منبوذ عن الاسره كلها. عالي جدا بالظبط. وبالتالي لا سوها، لانه الطفل ده خلاص اتكسر جواه حاجه بقى شخص بالظبط. انت بتكسري شخصيته وبتكسري بقى رافض الواقع ورافض كل حاجه. بالظبط. رافض للي بيضربه. حتى الفور ما بينه وما بين الاخرين. صحيح. علاقه مذبذبه. نسيش كمان انك بداتي تربي فيه ان هو ما يتكلمش ولا يناقش ولا يتفاهم ولا يحاور. فعلا. انت اي فعل ليك انا بيقابلني بعصبيه وبعنف وبعدوان وبضرب، فخليت الولد يفقد نقطه ان انا اتفاهم او اتحاور مع اللي قدامي. بالظبط. فده بيترتب عليه فقد الحوار والتفاهم، مش بس مع اولاده، في حياته كلها بشكل عام. بالزبط. في عمله، في علاقاته باصدقائه، في ياخد علاقاته كل اموره بعنف. يا حنان، يعني اي حاجه بتقابله بيبقى متنرفز ومتعصب وعايز ياخدها بعنف وعدم فهم وعدم وعي للموقف، لانه واخد على كده، خد ان هو على طول في ايذاء نفسي وجسدي بيقع عليه، ان هو عايز حاجه يعملها وهي ممنوعه. طب ما نديلهم مساحه شويه يا جماعه، مثلا ان هم يغلطوا مره وسامح، والمره الثانيه اوجه، والمره الثالثه اضر يعني اضرب. يعني انا دي رساله بوجهها لنفسي الاول وللمشاهدين، ان الضرب آلية مرفوضه، يا رب كلنا ما نعملهاش، ويا رب انا اول واحده معاها. لا، في حاجه ثانيه سوها، اتفضلي. لكل ام تحاول ان هي لما ابنها يغلط تخيره في العقاب. تقول له انت غلطت،
تختار تتعاقب العقاب ده ولا العقاب. ممتاز، فكره حلوه جدا. دي حريه الاختيار تديها له برضه، ويكون العقابين مناسبين للخطا. صحيح. زي ما انا قلت يتحمل مسؤوليه اختياره. تمام فعلا. تمام. طيب تأثير الضرب على الطفل ده اللي أنا اتكلمته من شوية، عايز أعرف بقى من خلال اتصالاتكم وياريت تفيدونا، إن هل الضرب في طيب قبل ما نكمل بس حديثنا، معنا الأستاذ جابر على التليفون. ألو. ألو. أيوة سلام عليكم. عليكم السلام أستاذ جابر. بخير الحمد لله، تفضل. الدنيا كلها ودايما بتختار مواضيع جميلة بتفيدنا كتير. مرسي جدا لحضرتك. سؤالك ايه يا أستاذ جابر؟ وعجبني قوي الأستاذة حنان لما بتقول الذكاء العاطفي في التعامل. تمام تمام. دي حاجة جميلة طبعا، ان الولد يبقى حاسس ان مامته وباباه في عاطفة بينهم في التعامل. تمام حتى حلو. العقاب نفسه هيبقى بالنسبة له متقبله وعارف ان هو أخطأ. صحيح. لا يعني انا مش فاهمه انت رابط ده بده ازاي استاذ جابر، فهمهاني اكتر. يعني ايه علاقه العاطفه بين الاب والام، وعلاقه ان انا اضرب طفلي او ما اضربوش؟ لما اضربه الضرب مرفوض طبعا، احنا اتفقنا في حلقات قبل كده في كل حاجه الضرب مرفوض. صحيح على كل المستويات. ان انا اضربه هو مش هيفهم ان انا ضربته عشان عقابه، هو كل اللي فيها ان هو مش حاسس ان والده او والدته عاقبه عشان هو غلط، هو فاهم عشان رفضه مثلا، عشان بيكرهه او عشان بيحبوش. خلاص هو ده اللي فاهم. اذا انت اصلك ان هي العاطفه ما بين الاب والام والطفل، التعامل زي ما قالت استاذه نبيله، نرغبه ما بين العقاب اللي هو عايزه. الحاجه اللي انا كنت عايز اتكلم عنها اتفضل، هي المشكله اللي احنا بنعملها كابهات وامهات، هي الكذب قدام الاولاد واجي اعاقبه بعد ما يكذب. يعني هو تعود حاجه مني انا وبعد كده انا القدوه. يعني انا حد يجيني في التليفون يقول له يقول لي انت فين، اقول له انا في المكان الفلاني وانا في البيت. طب ما هو بيشوفني بكذب. حد يجيب لك يجي لك تليفون وتقول له قول له بابا مش موجود او ماما انت موجود، بيخبط يقول له قول له مش موجود وهو جوه. تمام. بعاقب ابني على فعل انا نفسي بعمله. يبقى انت ازاي كده، انت عملت عنده ايه لما انت اصلا كذبت؟ فعلا يا استاذ جابر، قصدك تقول ان العادات السيئه ان الطفل بيكتسبها بيكون من الاب والام، وبرجع تاني اعاقبه عليها انا. صحيح. لما باجي اعاقبه بيحس بالقهر بقى. صح. اللي هو انت بتعمل كده انت كمان. متعانه الاستاذ حنان هنا بيفتقدها هو. صح. تمام. صحيح. شكرا ليك يا استاذ جابر. استاذ جابر، ولو ليك اضافه موجوده معانا، في اضافه حبيب حضرتك تضيفها؟ تقريبا هو قفل استاذ جابر. طيب شكرا استاذ جابر على اتصالك. عايزين ننوه برضو ان احنا معانا بعد الفاصل ان شاء الله الشاعره والاديبه حنان فتحي، وهنتكلم معاها برضو عن التميز للمراه، وده برنامجنا دايما بيتكلم عن تحيا الستات. رجوعا تاني لموضوعنا تاثير الضرب على الطفل، عايزه اعرف من حنان، انت لما بتضربي او بتوجهي، بلاش هقول بتضربي، لما بتوجهي الطفل، ايه العبارات اللي ممكن انت بتقوليها كتير دايما بتوجهيه بيها وهو يمل منها ويرجع تاني للغلط؟ يعني ما قلتش تعمل كذا، ما ايه العبارات اللي بتقول؟ لا، في اسلوب يسوع، عارفه اللي هو اسلوب التهديد، اللي هو تهديد؟ اللي انا دايما بكلمش عليه، بكلم بشكل عام اسلوب لما بابا يجي هقول له. دايما بهدده. دايما حاطه ابني في وضع تهديد، فاهمه؟ اللي على فكره انا عايزه اقول لك ان الاسلوب ده سيء جدا جدا جدا. الولد طول الوقت مش عارف انت زي ما انا قلت كده انت ناويه له على ايه. هو مهدد، بس هيكون العقاب شكله ايه؟ ده بيخليه على فكره خايف بشكل اكبر، وبيخليه جبان بشكل اكبر على فكره. وانت يا نبيله ايه اللي بتهددي بيه؟ هقول لك ايه، انا بالنسبه لي بهدد اطفالي ما فيش خروج، ما فيش شاشه تبعوها كرتون فيما معناه. بتكلمي عن العقاب يعني يا سهى؟ تمام. ما فيش خروج، ما فيش شاشه، ما فيش ما فيش ما فيش، بس برضو زي ما قلت لك تتناسب النسبه. تمام. طيب في ام على فكره كانت بعتت لينا سؤال على الفيسبوك، بتقول ازاي اوجه ابني لو حد بيضربه، جمله اضرب اللي ضربك، كانت عايزه تاخد راينا في الموضوع ده. حلو قوي. نتصرف ازاي مع اولادنا؟ تمام. هل جمله اضرب اللي يضربك اضربه، هل الجمله دي فعلا صحيحه في تربيه الطفل وفي ولا هي بتبقى دافع عمومي اكتر، ان الام ما بتبقاش حابه حد يمد ايده على ابنها، فاكتر حاجه بتقولها له اللي يضربك اضربه، هل هي صح فعلا؟ لا، انا شايفه ان هي ممكن نقول اختيار اخير، يعني اقول لابني لو في المدرسه او في النادي لو في ولد بادر ان هو يضربك، اول حاجه هتبقى
هتبدا توجهه ليها. المسؤول اللي في المكان لا لو ضربتيني تاني هقول لباباك مثلا، لو فيني لو ضربتيني تاني تمام. هقول لباباك. يبقى دي اول حاجه نوع من انواع التحذير والتهديد. تمام. الولد بادر تاني ان هو يضربه، يقول له انا قلت لك لو ضربتيني تاني انا هقول لباباك، وبالفعل يتوجه لوالد الطفل ويعرفه ان ابنك ضربني. طيب التهديد ما جابش نتيجه، والتهديد بالاب برضه ما جابش نتيجه. اقول له لو ضربتيني تاني انا هضربك، وفي الحاله دي فعلا تقولي لابنك لو ضربك لثالث مره فانت فعلا تضربه، بس بعد ما تقرر ان انت تضربه تقطع علاقتك بيه وتقرر انك انت ما تلعبش معاه تاني. يبقى جمله اللي يضربك اضربه ده اختيار اخير بعد المرور بمراحل كتير. عامه يا حنان هي فكره الضرب مرفوضه تماما، سواء زي ما ناقشناها في اول حلقات لينا، ضرب الزوج للزوجه، الضرب ما بين الاطفال حتى وهم بيهزروا ما يتعودوش على اليه مد الايد، ده يضرب اخوه فهي تضربها، فالاليه دي مرفوضه. انا ضربي لابني او بنتي كله مرفوض. اذا اليه الضرب غير مباحه وغير متاحه ايضا حتى في اضيق المواقف، يعني اوجه العقل الاول وما مدش الايد بعد كده. احنا معانا فقرتين بعد الفاصل، يا رب ينولوا اعجابكم، ونطلع فاصل دلوقتي وترجعوا لنا تاني ونشاهد فقرات برنامجنا وبرنامجكم تحيا الستات.